السلام عليكم. لا تخلو صفحات التواصل الاجتماعي في هذه اللحظات من الحديث عن الشاب شاكر الورقلي والذي تعاطف مع ملايين الجزائريين بعدما تعرض للاحتقار والظلم من طرف صاحب مطعم في سيدي يحيى بالجزائر العاصمة. هذا الشاب وبعدما تحصل على عمل في مطعم أحد المؤثرين قال أنه لم يعجبه ولا يريد غسل الصحون وإنما يريد أن يكون موظفا للاستقبال. وقال ناشطون أذكياء أن هذا الشاب شأنه شأن الفتاة إكرام والفتاة الصيفية تقف وراءه أطراف خفية وبمساعدة وسائل الإعلام تريد زرع الفتنة والبلبلة وتشوه صورة المحتاجين والمساكين وتشغل الرأي العام بالتفاهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.